هنتكلم على ماتش كره اليد. ماتش كره اليد النهارده النادي الاهلي خسر 21-18. كلمه للاعبين والجهاز، النهارده دي رابع بطوله لينا بنخسرها، اكيد في مشكله، اكيد في مشكله، اكيد انتوا وانتوا واقفين بره ارض الملعب بتحللوا الامور دي كلها. الجماهير غاضبه من فريق كره اليد، عندها حق، عندها حق. انا كنت لعيب في الهاندبول وعارف كابتن النادي، وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارف يعني ايه لعيب بيلعب ويموت نفسه في ارض الملعب. الحكم جاي عليا والحكم ما جاش عليا واللعيبه ونفسيتي، مفيش. اللي مش مستحمل الضغط ما يلعبش في النادي ده فعلا، كفايه يعني. برضو احنا في الاخر، في الاخر لازم نقول لهم بجد، انتوا بتلعبوا في اكبر نادي في مصر، اكيد حاسين بيه، مصر والشرق الاوسط وافريقيا، ومستواه في كل الالعاب حاجه تشرف وحاجه تفرح. بس فريق كره اليد باني من هذه الاسره جوه النادي، لا كده كتير، كده كتير قوي زياده عن اللزوم. اللعيب اللي مش قادر ويستحمل ضغط النادي الاهلي او جهاز ايا كان، الجمهور عنده حق خلاص. الجمهور كل مره نطلع نقول له لا استنى واعمل، وامبارح كل الناس بتقول احنا دي اخر فرصه، لسه في كاس مصر كمان، انتوا حرين، دي بتاعتكم. اكيد انا مش بتدخل فنيات لان الراجل هنا مذيع، لكن اكيد في قرارات جوه النادي كل الناس بتستناها.